مساكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم في اولى حلقات خارج الادراج. قبل ان ننطلق لابد لنا من رساله. رساله من الكويت الثابته الى فلسطين الشامخه. اشقائنا في فلسطين قلوبنا معكم، نعم نعم نعيش حياتنا الاعتياديه في الكويت ولكن نتواجد في كل يوم في ساحه الاراده لنعبر عن قضيتنا، لنعبر عن قضيتكم، القضيه الكبرى قضية فلسطين، حتى ونحن نناقش قضايانا المحلية الكويتية تبقى فلسطين قضيتنا الأولى. إلى المسؤول إلى قائد الرأي، إلى المكترث، إلى الحالم، إلى الشعب بأكمله. ها هي قضايانا وتحدياتنا حبيسة الأدراج. نناقشها اليوم على مائدة الحوار. حوار علمي وليس استعراضي. حوار منتج غير متشنج، نريد لمتخذ القرار ان يجد ضالته وفكرته. ملفاتنا كثيره ولكن لما لا نبدا بالاصلاح السياسي؟ اليست السياسه هي خادمه الاقتصاد والتعليم والفن والرياضه وغيرها؟ اين الاشكاليه في السياسه في الكويت؟ ما هي فرص ومشاريع الاصلاح في الكويت؟ ماذا يعني ان يتحقق الاصلاح السياسي؟ وماذا سيقع؟ إذا تأخرنا كل هذا وأكثر في حلقتنا النقاشية اليوم في حلقة أولى من خارج الأدراج وضيوفنا الليلة هم النائب الفاضل مهله المضف يا هلا ويا مرحبا هلا فيك مرحبا حياك الله رحمة. الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أستاذ القانون في جامعة الكويت هلا ومرحبا أهلا وسهلا حياك الله وايضا الدكتور صالح النفيسي استاذ العلوم السياسيه في جامعه الخليج للعلوم والتكنولوجيا اهلا وسهلا يا هلا فيك يا هلا فيك ومعنا ايضا الناشط السياسي الاستاذ خالد الفضاله حياك الله يا هلا مرحبا اهلا وسهلا فيكم جميعا توكل على الله ونقول على بركه الله نبدا هذا الحوار النائب الفاضل مهلهل المضاف احنا اخترنا عنوان حلقتنا الاصلاح السياسي ولكن السؤال لك كممارس للعمل البرلماني أين الخلل في السياسة بالكويت؟ هل الخلل من داخل البرلمان أم تعتقد بأن الخلل في مكان آخر غير البرلمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم أشكرك أبو عبد الرحمن على هذه الاستضافة وشاكر لك يعني تسليط الضوء على مسألة النظام السياسي اللي نعيشه في الكويت طبعا ما في شك أن أي نظام سياسي ديمقراطي يكون هناك إرادة شعبية والإرادة الشعبية تنتخب برلمانها وبرلمانها يشكل حكومتها. لا. هذه هي الأنظمة الديمقراطية الصحيحة والحقيقية. طبعا لازم نعرج إلى مسألة تأسيس دستور 1962 وما كان يعني وشنو كان يدور في لجنة الدستور في 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 المجلس التأسيسي. كان هناك حوار قائم على أن وجود أو وجوب أهمية وجوب النظام البرلماني أن يكون عندنا في الكويت نظام برلماني أسوة بالأنظمة الديمقراطية المتقدمة أن برلمان يعبر عن إرادة شعبية وأيضا البرلمان يشكل حكومة طبعا صار في هناك اعتراضات من جانب الحكومة وكان ممثلها في ذاك الوقت الشيخ سعد العبدالله رحمة الله عليه وكان يعني يؤكد على وجود أهمية النظام الرئاسي ف للوصول الى حلول الوسط تم دمج النظامين البرلماني والرئاسي في دستور 62 لكن المتعمق في مساله يعني العمليه السياسيه يجد ان النظام البرلماني او سلطه المجلس اعلى بكثير من سلطه رئيس الدوله في دستور 62 وكان يتكلمون عن اهميه التدرج في التنميه الديمقراطيه لغايه ما نوصل الى النظام البرلماني طبعا عندنا احنا رئيس الدوله هو من يعين الامير لكن في عندنا شرط اللي هو الماده 56 اللي هي المشاورات التقليديه واللي نصت على وجود المشاورات التقليديه وهي رئيس مجلس الامه ورؤساء الجماعات السياسيه ورؤساء الوزراء السابقين على هذا الاساس رئيس الدوله يعين رئيس الوزراء على اساس انه يتعامل مع المجلس المنتخب من الشعب على اساس انه يتم تحقيق الاستقرار السياسي ما بين البرلمان والحكومه. لكن بكل اسف انه بعد وفاه الشيخ عبد الله السالم رحمه الله عليه صار في رده ديمقراطيه وصار في عبث او احنا نقول تعمد في تخريب العمليه السياسيه في في الكويت. في عندنا سلطه سياسيه غير مقتنعه بالرقابه الشعبيه وترفض اي رقابه تكون موجوده عليها وعلى اعمالها. فكانت يعني تعبث في مخرجات الانتخابات من خلال تزوير الانتخابات، من خلال العبث في التركيبه السكانيه، من خلال استخدام المال السياسي، من استخدام من دعم بعض الجماعات السياسيه، وايضا استخدام سلاح التعليق، تعليق الدستور والعبث بالنظام الانتخابي، كل هذا ادى الى ان يكون هناك مجلس ضعيف على اساس ان السلطه السياسيه هي من يهيمن. يعني على مصالح البلد دون رقابه حقيقيه موجوده. هذا احنا اللي اشوفه احنا مشكلتنا الاساسيه في الكويت واللي قاعد تعرقل اي عمل اصلاحي حقيقي. ما نقدر ان احنا نحقق اصلاح حقيقي على المستوى الاقتصادي، على المستوى الخدمي، على المستوى الاجتماعي في كل القطاعات بدون ما يكون في عندنا اصلاح سياسي حقيقي. اصلاح السياسي الحقيقي علشان اضمن جوده الاداره وايضا لتحقيق الاستقرار السياسي ما بين السلطتين. <applause> مع ظل العبث اللي صار مع ظل الدمار اللي صار في سؤال هل بالامكان الاصلاح انا أقول نعم بالامكان الاصلاح لهذا نحن هنا في هذا البرنامج نعم. بالوضع بس اكو نقطه في في كلامك قلت ان رئيس الدوله يعين الامير بعدين انت صلحتها بعدها وقلت يعين رئيس يعي الوزراء يعي الوزر. اي نعم اي نعم رئيس الدوله يعين رئيس الوزراء جميل نعم. دكتور انت وين ترى انت اليوم متخصص وخبير دستوري اين ترى مكمن الخلل هل تؤيد بمضاف وليس بالضروره؟ هل تختلف؟ هل لديك وجهه نظر اخرى يا ابن يعني الان كان في مدخل للتشخيص وهو بالنهايه تشخيص من مراقب يعيش الحدث. الان اذا انظر للموضوع من زاويتي وحسنا فعل بالبدايه عرض لنشاه الدستور. عندنا دستور عندما وضعناه طرح سؤال من حيث العلاقة بين السلطات نظام برلماني أم نظام رئاسي وأظن أن من طرح السؤال كان يريد أن يوصل الجمهور لنتيجة لأن يعلم تماما أن لا يمكن الأخذ بالنظام الرئاسي النظام الرئاسي يعني انتخاب رئيس دولة إذا عندما أطرح هذا السؤال قد يكون اريد ان اوجه من من طرح عليهم السؤال في اتجاه معين. وبالفعل طبعا لم يطرح مثلا نموذج حكومه الجمعيه وهذا ايضا نموذج في العلاقه بين السلطات واخذنا فيه بدون ما ندري بالثمانية 38 في دستور 1938. اذا كان هناك توجه للاخذ بنظام برلماني معاد رسمه وهذا مو شيء غريب في صناعه الدساتير يعني لا ننسى ان بالوقت اللي تم صناعه الدستور الكويتي كان في توجه باوروبا لاعاده رسم النظام البرلماني فيما يسمى بالبرلمانيه المرشده اخوان في المغرب يترجمونها البرلمانيه المعقلنه <applause> الفكره هناك كانت اني انا اريد ديمقراطيه واريد علاقه بين السلطات وفق النظام البرلماني ولكن وبالذات بعد الحرب العالميه الاولى احتاج سلطه تنفيذيه قويه اذا ابحث عن حل يحقق المصلحتين ان يكون في نظام ينطلق من فكره الرقابه الشعبيه من خلال العلاقه بين السلطات وبنفس الوقت سلطه تنفيذيه اعطيها ادوات واواجه وسائل تعويق سير النظام خلينا نقول بشكل حسن نعم. عندما اتينا لصناعه هذا الدستور اخذنا بنظام برلماني ولكن في نفس الوقت جعلنا الحكومه غير مرتبطه باختيار البرلمان سمي نظام برلماني على اكثر من سرعه صنعنا نظام برلماني يمشي بالسرعه الاولى على الثانيه على الثالثه حسب اللي سوق السياره زين اتينا في فتره من الفترات واوغلنا في الابتعاد عن النظام البرلماني الان الدستور وبالفعل كانت هذه المساله مطروحه عندما صنع هل نستطيع تشغيل نظام برلماني؟ كانت الاجابه بواقعيه لا لسببين وليس سبب واحد. السبب الاول ان النظام البرلماني لا يسير بدون تنظيم سياسي. الان ممكن نسمي هذا التنظيم السياسي احزاب ممكن نسميه جمعيات سياسيه ولكن الفكرة في النظام البرلماني أن في أغلبية والأغلبية لا تأتي أنا أتكلم عن أغلبية منضبطة واو. مو أغلبية مناسبات مو أغلبية هبات لا أغلبية منضبطة هذا يعني أنها مبنية على برنامج سياسي أنا يعني ما أقدر أبني أغلبية سياسية على أساس انتماء اجتماعي قبيلة أو انتماء ديني مذهب نعم. إذن ما كانوا جاهزين، اوكي هذا هذا يحدث هذا السبب الاول، السبب الثاني, الأول. الثاني؟, سبب الثاني كان هناك قلق ان احنا معتادين على فكره النظام الذي فيه رئيس الدوله والاسره الحاكمه مركب من اثنين على فكره مو فقط رئيس الدوله ايضا اللي تابع النقاشات كان في تصور ان هل الاسره الحاكمه تكون موجوده بشكل مستقل عن فكره رئيس الدوله ولا تكون منضويه تحت عباءه رئيس الدوله واضح. وفكره ان ياتي الوزراء من الاسره من الاسره الحاكمه هذه تقلل من فكره انهم منضوين تحت عباءه رئيس الدوله الان كل الصراع بعد ذلك سوف ياتي في هذه الاطار جميل. وأكثر من هذا حتى النظام البرلماني آسف النظام النيابي الديمقراطية النيابية اللي أخذنا فيها طبعا لم نأخذ بالديمقراطية شبه مباشرة أخذنا بالديمقراطية النيابية وهذا واقعي لا. زين حتى هذه ربطا بفكرة تولي أعضاء الأسرة الحاكمة أخذنا بجواز التعيين لأن أنا عندي أسلوبين للديمقراطية النيابية إما كل الأعضاء منتخبين أو أغلبيتهم جلهم نعم. فأخذنا بهذه الفكرة إذا هذه العناصر اللي كانت في البداية اليوم اليوم هل يصلح أن نظل على السرعة الأولى أم يجب أن يتحرك هذا النظام البرلماني على الطريقة الكويتية نعم أسميه برلماني كويتي لأن تم صناعته وفق المقاييس الكويتيه هل يصلح ان يسير بنفس السرعه واضح. ام نحتاج الى ان نعيد النظر في الافكار اللي كانت في البدايه واحنا نحتاج نجاوب على هذه الاسئله في حوارنا اليوم يعني ليه لذلك إذا نحن متواجدين اليوم يعني إذا عشان نجاوب على هذا الان يمكن بس بدايه اجابه وبعد ذلك نعود للموضوع واضح. انا اعتقد يجب ان نتحرك بالسرعه الاعلى، لماذا؟ لان كان جزء من استقرار النظام السياسي قائم على فكره وجود عوائد نفط تجعل اي صراع يصبح اقل وضوحا، اليوم لا تستطيع ان تظل تمول هذه الفكره اذا تحتاج الى البحث بطريقه واحد. اخرى واحد. وهذا بعد ذلك ان شاء الله جميل. نتكلم فيه. دكتور يمكن البرلماني كان له راي الخبير الدستوري كان له راي انت اليوم من الجانب الاكاديمي السياسي انت اليوم تشوف اين يكمن الخلل ويعني شلون تقدر آآ آآ يعني كيف تقرا المشهد بشكل عام للكويت اولا شكرا على الاستضافه شرف الله انا اتفق مع ما طرح الان ويمكن ازيد عليه شويه واخذه الى ابعاد شويه مختلفه. اعتقد الجميع متفق ان النظام الحالي فشل، يعني فشل في تحقيق الاستقرار السياسي، وفشل في تحقيق التنميه، وتحويل الكويت الى بلد مستدام، يعني الان الكويت في خطر، واحنا في الدوامة اللي احنا طالعين منها، فهذا النظام فشل في اداره شؤون البلد واخذه الى الى مسار. ايجابي. السؤال لماذا فشل؟ ويمكن الاخوان طرحوا بعض الاسئله او الاجوبه واعتقد كلها كانت مرتبطه بشيء اساسي يمكن اسلط الضوء عليه اكثر. وهو ان الدستور حاول يجمع عالمين. عالمين متناقضين. عالم ما قبل الدستور المتمثل في ترأس أبناء الأسرة للسلطة التنفيذية كلها مستفردين فيها في الحكم ليس لهم حدود في في سلطتهم وبين نظام برلماني في انتخابات وفي نواب لهم صلاحيات لهم حق في الاستجواب المساءلة التشريع المشاركة في الحكم هذا عالمين صعب أنك أنت تجمعهم مع بعض فاصبح مثل ما طرح الحكومه صارت كانها جسم غريب في في البرلمان، كانها جسم غريب في البرلمان، وهي اقليه في البرلمان. هذا الوضع ينتج عنه عده امور، الامر الاول هو ان الحكومه ليست نتاج كما طرح اغلبيه نيابيه، وهنا انت يعني شلت ركن اساسي للاستقرار. استقرار الحكومه وقدرتها على المضيف بمشاريعها وأيضا التشريع من اجل تنفيذ خططها، هذا انت شلته شلته تماما يعني. الأمر الاخر إن لما انت تصير في هذا الوضع وانا اتكلم عن الـ 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 يعني الذين يترأسون الـ السلطه التنفيذيه وهم افراد الاسره. الحين انت صرت في وضع جديد وضع عندك برلمان، عندك نواب، في انتخابات. وانت تبي تحافظ على مكانك في الوزاره، وتبي تكمل على في استفرادك للسلطه. الحل الوحيد لك، الطريقه الوحيده، الاسلوب الوحيد لذلك هو بضمان مجالس اما تكون مواليه، او تكون غير مزعجه يعني على اقل اقل التقدير. شلون تحقق هذا؟ شلون تحقق هذا الشيء؟ مثل ما قال اه تحقق هذا من خلال اه اه القيام بسياسات اعتقد خربت الكويت، خربت الكويت تماما يعني من طرح تزوير الانتخابات يعني اللي مستعد يزور الانتخابات مستعد يسوي اي شيء ثاني. اللعب في التركيبه السكانيه ايضا اللي انت طرحته، تزوير الجنسيه، يعني انت لما احد يزور الجنسيه يعني الى اي مدى هذا الاجرام يعني في حق الكويت انك تزور جنسيه عشان انت تظل في مكانك في السلطه التنفيذيه. والسياسات الاخرى التي اتجهتها الحكومه بعد ذلك الى ان وصلنا الى موضوع الصوت الواحد اللي احنا نعيش نتائجه الان هو جاء لهذا الهدف لهدف ضمان مجالس غير مزعجه بالنسبه للسلطه. الان هذه يعني هذه جزء من السياسات. الشيء الاخر وهو مقلق بصراحه ان الاسره دخلت من الميدان السياسي واصبحت جزء من اللعبه السياسيه. وين القلق؟ وين المقلق؟ القلق ان ان الاسره يجب ان تكون فوق الجميع، يجب ان تكون هي الميزان اللي صمام الامان اللي اللي الناس تلجا لها، تلجا لراس الدوله عندما تختلف ولا تكون هي جزء من خلافات. مع المواطنين يصير كلام وتجاذبات سياسيه ونشوفها في المجالس الان يعني افراد الاسره ودخولهم في الميدان فعلا من الخوف ان هذا يضر في في مكانتهم ووضعهم واستقرارهم. وانا يمكن قلت هذا في موقع ثاني عندما توفت اليزابيث الملكه اليزابيث سووا مقابله مع توني بلير وقالوا له انت يعني تجتمع مع الملكه اسبوعيا لما كنت رئيس وزراء عشر سنين تجتمع معها شنو ميولها السياسي؟ يرد عليهم يقول ما ما ادري ما اعرف يقول لهم اي دونت نو يقول يلا عاد انت يعني كل اسبوع قاعد معاها ما تدري شنو ميولها السياسي يقول لي والله اي دونت نو شي از ابوف بوليتكس هي فوق السياسه وهذا اللي يجب ان يكون دور الاسره في نظام في انتخابات وفي نواب وفي محاسبه وفي استجوابات وطرح الثقة وإلى آخره ولأن الحكومة أقلية في مجلس الأمة ولا تملك الأغلبية مثل ما طرح قبلي موضوع الاستجواب يعطل البلد يصير موضوع تهديد الاستجواب كأنه يعني سلاح كنا شايل واحد <applause> تفق وياي حق الوزير بيذبحه مع ان الاستجواب يجب ان تكون اداه ايجابيه ل ل يعني حتى المواطنين يطلعون على اللي قاعد يصير في في الوزارات في بريطانيا اسبوعيا رئيس الوزراء يوقف في برايم منسترز كويستشنز ها ويطرح عليه يشرشحه المعارض رئيس المعارضه وهذا امر طبيعي عادي ويروحون كلهم مكاتبهم تالي ويكملون شغلهم رئيس الوزراء يرد عليهم وهو واثق لان وراء اغلبيه ما همه ما يهزه يعني هو بس يخاف اذا اللي ربعه ها خونوا فيه ولا اقلبوا عليه وهذا ما يصير إذا الا اذا صار شيء شايد الشيء الاخير بس اللي اللي بطرحه لان ادري الوقت تفضل هو ان السياسات اللي تنتهجها الدوله لضمان وضعهم في المجلس او في, في الوزاره نعم تؤثر بشكل كبير في ثقافه الناس. الثقافه الاقتصاديه، النظره لحقوقهم، النظره لدور الدوله في رعايتهم وفي توفير كل الامور بالنسبه لهم، وفي تقبلهم للـ للـ للديمقراطيه نفسها يعني عشان عشان يضمنون مواقعهم في السلطه التنفيذيه مثلا صار في دعم للتيارات الاسلام السياسي. اللي هي لا تؤمن يعني في ال... في, ال... في الديمقراطيه ولا تؤمن في حريه الحريه والحقوق المدنيه وحقوق المراه والى اخره هذا صار في دعم لهذا الموضوع حتى هم يضمنون مواقعهم في الوزاره وانهي ايضا بالقول بان اختيار الوزراء اختيار الوزراء اللي من المهم أن يكون مبني على الكفاءه هذا يفقد عندما يكون الوضع مثل ما هو عليه الان لان بالنسبه حق اللي يترأسون السلطه التنفيذيه المهم بالنسبه لهم هو استقرارهم في وضع هم ما عندهم اغلبيه فيه فيلجؤون الى موضوع المحاصصه حتى يربطون علاقاتهم مع الاطياف المختلفه بغض النظر عن كفاءه الوزير وقدرته على القيام في المهمه اللي المفروض يقوم فيها هذه كلها كل هذه الاشياء واشياء اخرى ايضا بس للوقت ساتوقف كل هذه الاشياء جاءت في هذا الاطار اطار ان الدستور حاول ان يجمع عالمين افراد الاسره يريدون الاستمرار في مناصبهم في الوزاره في ظل وجود برلمان ممكن يقيدهم اللي هم ما يبونه وراح اترك المجال أه شكرا جزيلا انا اذا بغيت يعني ابحث عن مساحه مشتركه في المساهمات الثلاثه اعتقد حملنا الخلل للنظام الهجين يمكن كل واحد بجزء من كلامه شويه بس اعتقد ان في اتفاق على هالنقطه خالد الفضاله راح نرجع ونسمع رايك بعد الفاصل. خارج الادراج وهذه المره مع ناشط سياسي وحركي وميداني كان للعديد من المبادرات مع مجموعه من الشباب والعديد من المحاولات للاصلاح السياسي خالد الفضاله قدمت الكثير من المبادرات والافكار للاصلاح ولكن خلال عمليه البحث او تقديم هالنوع من المبادرات اكيد كان في تشخيص للخلل اين يكمن الخلل؟ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا عبد الله على الاستضافه. حياك الله. ما اقدر اختلف طبعا مع ما تفضل فيه الاساتذه من 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 قبلي وايد مجمل ما 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 تفضلوا فيه من تشخيص ويمكن اعرج على خلينا نقاط تفصيليه اكثر حسب اعتقادي ان ان هي خلينا من اوجه ومكان من الخلل. طبعا ما نشاهده اليوم هو نتاج خلينا سلسله من الاحداث وسنوات طويله تمتد اكثر من ستين سنه من الممارسات اللي ادت الى النتيجه والوضع اللي احنا اليوم فيه نعم. ولا يمكن باي حال من الاحوال ان نتحدث عن الاصلاح دون الرجوع وتشخيص هذه المراحل اللي امتدت قرابه ستين عام عشان نضع يدنا على مكان من الخلل ومعالجتها وتلافيها في 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 اي اي مشروع اصلاحي قادم نعم. اعتقد ان ان فكره الدستور الكويتي آه والنقاشات اللي جرت في 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 لجنه آه صياغه الدستور افترضت عنصر اساسي وهذه الفرضيه اعتقد يفترض انها تكون موجوده في 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 صياغه اي عقد ما بين اي طرف وهو مبدا حسن النيه. فافترض واضعي الدستور حسن نيه المتعاملين مع هذه الوثيقه. ما كان يفترض ولا يتخيل المشرع الدستوري في ذلك الوقت ان ياتي زمن ان تستخدم مواد في غير محلها او ان يعلق الدستور. أو أن تضرب الحريات أو أن يوقف العمل في 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 الدستور كوثيقة أو كبرلمان هذه القضايا لم يتخيلها المشرع لم يتخيل المشرع أن يتم تزوير الانتخابات لم يتخيل المشرع أن تتدخل السلطة التنفيذية بتغيير الشكل الأساسي للنظام الانتخابي وهذه صارت على مدى سنوات عديدة إذا بضع يدي على مكان من الخلل بشكل مباشر فأعتقد النقطة الأولى هي تحميل الأسرة عدم إيمانها الحقيقي في الدستور كوثيقة وعدم إيمانها بالمسار الديمقراطي اللي اللي كان يفترض أن تنتهج الدولة في 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 شكلها ونظامها السياسي. والأمثلة طبعا متعددة ما راح نطول فيها بس على سبيل المثال التزوير 67 تعليق الدستور في 76 تعديل الدوائر في عام 82 تعليق الدستور مره اخرى ب 86 والى اخره من المشاهد اللي تلت الغزو العراقي الغاشم ثم بعد ذلك طبعا مرسوم الضروره وكثير من 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 الامور اللي قد تكون اسباب ايضا ادت الى هذا الخلل مثل الرشاوي، مثل شراء الاصوات، مثل النقل والى اخره من قضايا الفساد والواسطه والى اخره من الامور. كل هذه العوامل ادت الى النتيجه اللي احنا اليوم عايشين فيها. النقطه الثانيه اشترط ورسم واضعي الدستور مسار الى تطوير العمل بالدستور والحياه الديمقراطيه في الكويت وقال في 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 مذكره تفسيريه كلمه ان خلال السنوات الخمس الاولى نعم. ستستخدم هذه الفتره كفتره تمرين تمارس فيها الاعمال الدستوريه والديمقراطيه ومن خلال ومن بعدها يطور الدستور الى المزيد من المشاركه الشعبيه والديمقراطيه. وهذا للاسف الشديد لم يحصل. فاحنا من 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 بعد مرور الخمس سنوات الاولى الى اليوم لم تطور ماده واحده من الدستور الى المزيد من المشاركه الشعبيه والديمقراطيه. النقطه الاخرى هي اختلال مبدا فصل السلطات. احنا للاسف الشديد المبدا هذا اللي موجود في الفقه الدستوري غاب عنا بشكل رئيسي اللي اللي وضع أن أن أعضاء الحكومة جزء من عضوية البرلمان بحكم مناصبهم وهذا الخلل ما كان غايب عن وضع الدستور بل قالوا عن أن هذه فكرة مبتدعة أضيفت للمواءمات اللي اللي كان يفترض أن تكون موجودة في في ذاك الزمن بس هذا الخلل أدى إلى اختلالات جسيمة في 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 العمل البرلماني النقطة الأخرى اللي هي المادة 50 من الدستور اللي هو فصل السلطات مع تعاونها فرص السلطات اعتقد واضحه في في مفهومها العام ولكن مبدا التعاون ياتي من اين؟ طبعا بالنسبه للحكومه مبدا التعاون يعني عدم سؤالها، عدم استجوابها، عدم مؤاخذتها، عدم مساءلتها، عدم الاعتراض عليها وهذه ليس من اوجه التعاون، اوجه التعاون في المقصود فيها بطبيعه الحال هو التعاون في تنفيذ برنامج عمل الحكومه اللي تقدمه. ولكن في ظل غياب وجود برنامج عمل حقيقي وواقعي ومنطقي تنتج ايضا اختلالات جسيمه دون وجود برنامج حقيقي لن, ين... لن يكون هناك تعاون لان التعاون مبني على هذا الاساس في, 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 في المعادله السياسيه ونقطتين الأخيرتين يمكن اللي هو غياب الأحزاب السياسية، هذا أيضا أدى إلى الخلل الكبير. احنا نشوف أيضا من تشكيلات الحكومية ليست مبنية على أسس البرامج والرؤى والتطلعات، إنما مبنية على المحاصصة والموائمات السياسية، والنقطة الأخيرة هي فقدان واختلال الضوابط والتوازنات من بين السلطات. تشوف أن السلطة القضائية لها سلطة أكبر وأجسم على مجلس الأمة. السلطة التنفيذية لها أيضا سلطات أكبر من خلال رد القوارين من خلال حل المجلس من خلال عضويتها في البرلمان التصويت على الرئاسة اللجان القوانين إلغاء الاستجوابات تأجيلها والآخر هي من أمور فهذا الاختلال في التوازن بين الضوابط التي تجمع ما بين السلطات أيضا أدت إلى هذه الاختلالات واضح بمضاف يعني الكل تكلم ويمكن اجمعتوا على نقاط معينه وانا اشوفكم على اكثر من نقطه واكيد في نقاط يمكن ما تتفقون فيها اذا في اي تعليق من اي ضيف من الضيوف على نقطه قالها ضيف اخر يعني اخذ راحتكم فيها ولكن انا اليوم سؤال لك انا قدمت اكثر من برنامج انتخابي على مدى السنوات وفتره الانتخابات الوعد الاساسي اللي هو القوانين ومشاريع القوانين وتحديدا بالسنوات الاخيره بالانتخابات كانت مشاريع الاصلاح السياسي او مشاريع قوانين الاصلاح السياسي. اليوم انتم تمارس هذه التجربه صار لك فتره. شو اللي واقف امامكم كبرلمان؟ يعني اذا ساعة كنا نتكلم عن الخلل، اليوم هل هناك عقبات واجهتوها وانتم اليوم قاعد تشخصون الخلل، هل هناك عقبات في تمكينكم من القيام بالوعود الانتخابيه او قوانين الاصلاح السياسي؟ طبعا ما في شك أنه يعني في أسباب يعني حق عرقلة هذه القوانين يعني كان في السابق من أهمها يعني عدم مرونة لائحة المجلس في إنجاز القوانين بطء العمل اتخام اللجنة التشريعية في الاقتراحات وبعد إنجازها أن تذهب إلى اللجان المختصة وبعد ما تنجز من اللجان المختصة تصعد على جدول الأعمال وتاخذ دورها يعني هذا كله ياخذ وقت ويسبب بطء يسبب يعني تاخير في الانجاز يعني هذه احدى الامور اللي احنا نعاني منها من ناحيه سرعه الانجاز داخل المؤسسه البرلمانيه <applause> هذا تم التغلب على بعضها زين في المجلس المبطل السابق في 2022 تم تعديل اللائحه الداخليه بحيث ان الاقتراحات تذهب مباشره الى اللجان المختصه دون مرورها في اللجنه التشريعيه على اساس ان نختصر الفترة هذه اللي الاقتراحات تقعد في اللجنة التشريعية لغاية ما تمشي بدورها وتنجز وتناقش من اللجنة التشريعية وبعدين تذهب إلى اللجان المختصة نعم. هذه يعني تغلبنا عليه في المجلس المبطل لكن في أمر آخر نحن ما نتكلم بس عن تطوير اللايحة الداخلية للمؤسسة البرلمانية لكن هم بعد في عدم انسجام عدم انسجام أعضاء مجلس الأمة وهذا شيء طبيعي لأن أنا عندي نظام انتخابي مو قاعد يعبر عن الاراده الشعبيه الحقيقيه نظام انتخابي قاعد يعزز العمل الفردي فعندي انا خمسين عضو يمثلون خمسين راي وهذا ما كان موجود في السابق يعني لما نتكلم عن النظام السابق للخمسه بصوت الى الخمسه باربعه كان هناك في نوع من شكل الكتل البرلمانيه وكان هذا يسهل حتى على الحكومه تفاوضها مع الكتل النيابيه في المجلس من ناحية القوانين من ناحية الملفات والقضايا حتى في مواجهة الاستجوابات يعني كان التنسيق جدا يعني كان يعني أسهل من الحين يعني الحين لا يصير يعني عدم الانسجام واضح اللي اللي قاعد يعني يلزم النسبة الأكبر من أعضاء مجلس الأمة وهم انحيازهم للحراك الشعبي اللي صار الحراك الشعبي قدر أن يوصل في ظل هذا النظام الانتخابي السيء قدر انه يوصل عناصر وطنيه وتقدر ان هي تتبنى الملفات والقضايا اللي تعبر عن رايه <applause> وبالاخص الاستحقاقات السياسيه لكن في اشكاليه احنا عندنا اللي هي يعني ما عندنا احنا مثلا اغلبيه نيابيه حقيقيه قاعده تتبنى هذه الرؤى الاصلاحيه بالاضافه الى عدم تجاوب الحكومه مع هذه الملفات يعني هذه احدى الامور اللي احنا قاعد نواجهها في المجلس الحالي نعم <applause> في هناك نوع من التنسيق تقارب وجهات النظر بين الاعضاء تنظيم الاولويات بحيث انه يكون في الزام على الحكومه ان تنصاع لهذه الاولويات حتى وان كانت دون رغبتها يعني هذا امر هذا الحس موجود للامانه عند بعض اعضاء مجلس الامه وانا احيي دورهم في هذا الجانب من من واقع سياسي انا اشوف انه في امر لازم نستغله ضعف الحكومه الحكومه جدا ضعيفه وهشه شو ممكن تستفيد من هالشيء يعني حسب استفيد من أنت. استفيد من انا افرض عليها الاصلاحات الاصلاحات السياسيه اللي انا متفق مع مجموعه من الاعضاء ويشكلون عدد لا باس فيه افرض هذه الاصلاحات على الحكومه شنو كان مانع اذا افترضنا بصحه ضعف الحكومه مثل ما تفضلت شنو كان مانعكم من انكم تستغلون هذه النقطه اللي تفضلت فيها في فرض الاصلاحات لا في السابق ما كان في عندنا احنا يعني الحكومه قدمت استقالتها وانسحبت من الجلسات وصار في تعطيل للجلسات فما قدرنا ان احنا انتدارك هذا الوقت لكن الحين في عندنا فرصه في عندنا فرصه نستغل فيها ضعف الحكومه وهذا ضعف واضح عند الجميع حكومه ضعيفه وهشه نعم لا. انا لازم ان انا استغل هذا الموقف لتحقيق الاصلاحات السياسيه اللي انا احتاجها والبلد يحتاجها اما الاستمرار في ظل النمط الحالي انا اشوف ان هذا هو الوضع الغير سليم واضح اذا ما كان في تركيز للاصلاحات السياسيه بشكل الحالي واستخدام او استغلال هذه الفرص المتاحه امامي ما راح انا راح اكون يعني احقق شيء على ارض الواقع. واضح. احنا دكتور كنا نتكلم يعني عن العوائق اللي شافها بموظف داخل البرلمان ومن خلال العمل البرلماني، انا اسالك سؤال مباشر كخبير دستوري، هل تعتقد بان دستور 1962 بحد ذاته يشكل عائق امام الاصلاح السياسي؟ لا في قناعتي لا ان اولا خلينا نتفق على مساله الدستور قواعد للحراك السياسي نعم. الان هذه القواعد لا تصنع الحراك السياسي هي يفترض أنه، انها تضع له اطر الان نقول جيده او غير جيده اذا كانت هذه الاطر تمنع الحراك السياسي من ان يسير بشكل حسن اول ملاحظه على هذا الدستور ويمكن أبديتها إن من صنعه صنعه لفترة وصنعه قابل للعمل في فترات أخرى <applause> من سوف يحرك السرعة ليس الدستور الدستور قال أترك للاعبين أن يتحركون من يحرك السرعة الآن في عندي من من ادنى السلم وهنا لا اقصد أه شيء سلبي في الكلام نعم أه السلطات الثلاث تحديدا البرلمان والحكومه اللي هو النشاط الماكرو النشاط الصغير وفي اعلى السلم الشعب لان انا عندي شعب ايا كان النظام الانتخابي هو الذي ينتخب وعندي شعب يفترض ان حتى النظام السياسي يستشعر امكاناته وبالتالي يتحرك في الموضوع زين اذا في عندي دستور هذا الدستور وفر امكانات امكانات جيده <applause> نعم. أه ومن وضع قال بدون أحزاب ممكن يمشي تريدون أن يتطور أكثر تريدون نظام برلماني أكثر يجب أن تأخذوا بأسباب النظام البرلماني أنا أعتقد اليوم في, في مشكلة أن القوى السياسية لم تنجح في خلق بيئة أه فيها إحساس بال الثقة المتبادلة عندي كتل سياسية إلى الآن تلعب على أوراق هوية موازية تلعب على ورقة الجانب الاجتماعي تلعب على ورقة المسألة الدينية وهذه, وهذه الأوراق بطبيعتها لا يمكن أن تخلق أرضية مشتركة بين مجموع المواطنين نعم. <applause> لا يمكن أن تقول للمواطنين كلكم مذهب واحد ولا كلكم قبيلة واحدة إذا الحل أن يكون الحراك من خلال عنوان سياسي عنوان سياسي نحتاج إلى ثقة متبادلة وأظن لاعبي الحراك السياسي إلى الآن لم ينجحوا في ذلك هذه مشكلة عندهم المشكلة الثانية وهي تقال عن والله ايمان الاسره الحاكمه انا اعتقد ان الاسره الحاكمه بالنهايه هي جزء من هذه المنظومه عندما تكون هذه المنظومه مبنيه على فكر سياسي الباقي سوف يتبع واضح زين بقينا الان ممكن اصلاحات جزئية صغيرة مثلا عندما صنعنا هذا الدستور صنعنا ونحن ننظر إلى الديمقراطية النيابية البرلمان مجلس الأمة باعتبار عدد الناخبين قليل اضطرينا أن نعمل عدد الأعضاء قليل خمسين عضو اليوم عندما أنظر أجد أن هذا رقم غير جيد لي تشغيل برلمان أه السيد العضو يتكلم عن اصلاح من داخل المؤسسه البرلمانيه انا اعلم وهو الان يؤكد او ينفي بان اللجان واحده من مشاكلها قله الاعضاء. نعم عندنا عدد كبير من اللجان لا تعمل ب شكل جيد. دكتور خلنا نؤجل يعني هذا زيادة النقاش اتفضل. إلى ما بعد إذا الجزئيات إلى ما بعد ذلك. إذا إذا في هذه الجزئية الذي أستطيع أن أقول المشكلة الحقيقية ليست في دستور، المشكلة الحقيقية في لاعبين سياسيين لم يفهموا قواعد اللعبة أو لا يرغبون في فهم قواعد اللعبة لأنهم يعتقدون ان الاطر الحاليه الاطر التقليديه قبيله طائفه عزوه تضمن لهم نجاح اكثر واحد. بالتالي يلعبون على المدى القصير وليس عندهم رغبه في تطوير اللعبه اللي فتح بابها الدستور. واضح، يهمنا جدا ان نسمع تدابير الاصلاح، الافكار الاصلاح، من اين يكون الاصلاح الحقيقي؟ ما نبي مجرد كلام لان احنا فعلا نعتقد مثل ما قلنا في مقدمه الحلقه ان اذا ما تحركنا اكيد في عواقب لا تحمد عقبالنا. لنتفق ان اي اصلاح يبتدئ بتشخيص. واضح، واحنا يعني حرصنا تشخيص. على التشخيص، إينا؟ حرصنا على التشخيص دكتور، نرجع لك ولكن بعد الفاصل. دكتور صالح قبل ما ننتقل في حديثنا وفي حوارنا الى تدابير الاصلاح وشنو خطواتنا الاولى يمكن انت من خلال عملك او وظيفتك كاكاديمي هل في تجارب ممكن ترشدنا بالطريق هل في يعني ممكن تقدم لنا مقاربة سياسية ممكن احنا قاعد يعني نحاول نشخص واضح بأن يعني تعلمون أين يكمن الخلل فهل في تجارب أخرى قد ترشدنا في طريق الإصلاح أولا بس أبي أزيد على كلام الدكتور أعتقد الكلام صحيح يعني الدستور يسمح في تطبيق نظام أكثر برلماني يسمح في أن يكون هناك حكومة ناتجة عن أغلبية برلمانية ما يمنع هذا الشيء يجعلها مستحب أكثر كرة صحيح كرة أكيد ويجعلها مستحب لكن هذا ما حدث ما صار هذا بسبب تمسك افراد الاسره في السلطه التنفيذيه، هذا هو السبب لذلك. وتبعات ذلك اللي تطرقوا لها الاخوان اللي ادت الى تقريبا شلل تام في في الكويت. وايضا ادى الى مثل ما قال الدكتور ان في مسؤوليه ايضا ملقاه على النواب. احنا الان موضوع التوافق الاجتماعي مو موجود في الكويت. وهذا شيء اساسي عندما نأتي ونتحاور لتطوير دستور وتعديل دستور، هذا غايب تماما. اعتقد ان النظام في الكويت ممكن ان يتطور ممكن ان يتطور بشكل يعني كبير في ضمن اطار هذا هذا الدستور وليس بالضروره في في تعديله. نعم. الان من الصعب ان انت تقارن يعني وضع مثل الكويت مع تجارب اخرى كل دوله لها خاصيتها مفهوم. وانا ادري ان ان في كلام كثير في الكويت اللي يشوفون الدول اللي حولنا <applause> ويقولون شوفوا ايش قاعد يصير واحنا بمكاننا قاعدين بهالدوامه وهالمشاكل يبا بلاها دستور بلاها مجلس بلاها كذا انت ايش رايك بهالكلام؟ و... هذا الكلام لا يأخذ في الاعتبار تاريخ الكويت ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة ثقافة المجتمع ثقافة الكويتين مختلفة تمسك الكويتين في حقهم في المشاركة في الحكم هذا متأصل فيهم وعندنا تجارب في التاريخ لمحاولات الاستفراد في السلطة والغاء الدستور وجميعها يعني اتى بنتائج مدمره للكويت يعني سيئه جدا خلينا نقول أه واقول يعني حتى الهذيله اللي اللي يقولون هذا الكلام اذا فعلا تي وتسالهم تمام الغينا المجلس الامه هل انت في بالك احد ممكن يشيل الكويت ويوديها الى الى مكان ثاني من اللي نشوفه الان في السلطه التنفيذيه، هل انت تعول على هذا؟ اعتقد الجواب واضح الجواب واضح في في هذا الشان. احنا في الوضع الكويتي علينا ان نتمسك بتجارب النظم البرلمانيه التي تحقق الاستقرار اللي احنا ما تحقق عندنا، وهو متمثل في صلبه في اصله في أن الحكومة يجب أن تكون مدعمة بأغلبية برلمانية تستطيع أن تشرع لتنفيذ مشاريعها وتستغر سياسيا وتكون واثقة في في السير في مشاريعها هذا هذا النظام اللي ممكن نطلع عليه او اليه في 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 التجارب العالميه ونشوف ان الكويت احنا خذينا شويه من هني بس وقفنا بسبب خاصيه او بسبب وضع الكويت في في ذاك الوقت. واضح. خالد يمكن الحراك السياسي اللي انت كنت دائما جزء منه شعاره الاساسي الاصلاح السياسي. اليوم حتى هذه اللحظه في العديد من المحاولات على مدى السنوات وللحين ما قدرنا نوصل الى الى النتيجه المرجوه. هل السبب هو التضييق؟ على الحراك السياسي؟ ام ان في سلبيات داخل الحراك السياسي؟ ام ان هناك اسباب اخرى منعت هذا الحراك السياسي على مدى السنوات من الوصول الى النتائج اللي يعني في فتره من الفترات واضح الحراك شنو يبي وفي فترات لا شويه المطالب ما تكون واضحه. ما الذي منع الحراك السياسي من الوصول الى النتائج المرجوه؟ انا اعتقد اخوي عبد الله ان للوصول الى الى النتائج المرجوه لاي حراك سياسي ان كان بالكويت او او اي اي مكان بالعالم يجب ان توفر المقومات الاساسيه لكي تطبق وتنضج هذه الفكره فعلى سبيل المثال لا يمكن انتقاد او تقييم الاحزاب السياسيه دون وجود نظام سياسي يسمح للأحزاب السياسية أن تمارس دورها الفعلي والحقيقي أن تخوض انتخابات وفق القوائم أو وفق الل 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 اللسة السياسية أن تشكل هي الحكومات أن تقدم برنامجها أن يكون عنصر المفاضلة ما بين المرشحين برامجها وليس أشخاصها أن تمسك زمام الأمور في الحكومة أن تنفذ برنامجها أن تقيم بعد أربع سنوات شفت الفكرة هذه عشان تنضج لازم المقومات الاساسيه تكون ايضا متوفره عشان تقدر فعلا انك تقيمها نفس المثال ينطبق على الدستور الكويتي وجود الاشكال والملامح الاساسيه للحياه الديمقراطيه او الدستوريه لا يعني ان احنا نمارس الديمقراطيه او الحياه الدستوريه بشكلها الحقيقي هذا يعني ما يسمى بالعلوم السياسيه كوازاي ديموكرسي أن الديمقراطية لها سمات وأشكال الديمقراطية، أنا يعني والله في جرايد تبي تتكلم تكلم في صندوق انتخابي كل أربع سنوات افتراضيا، في نوع من المشاركة الشعبية، ولكن في حقيقة الواقع هي هي عكس ذلك، حتى تقييم دولة الكويت في منظمات تقييم الديمقراطيات هي في المرتبة الثالثة القبل الأخيرة على مستوى دول العالم. فهذه الإشكاليات نتجت بسبب نعيد ونكرر الاختلال والهيكليه الدستوريه اللي اللي عندنا طالما النظام السياسي والدستوري هو نظام مسخ نظام دمج ما بين نظامين لا يتوافقان اصلا ولا يمكن العمل من خلالهم ولا يمكن للحياه الديمقراطيه ان تنضج بشكل حقيقي ما نقدر ني في, في 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 يعني بعد هذه الممارسه ان نلوم النتائج التي تنفرز من خلال هذه الممارسات فعلى سبيل المثال الطائفية القبلية المصلحية النفعية هذه كلها إفرازات هذا النظام السياسي نظام الصوت الواحد أو كان بفعل فاعل فعل الحكومة التي مارست وكرست هذا النوع من الحزازيات الاجتماعية نضوج المجتمع أيضا ينضج المجتمع من خلال الممارسة إذا كانت الممارسة ناقصة فلا يمكن أن نلوم المجتمع أن المجتمع غير جاهز لكي يمارس الديمقراطية الحقيقية كما تفعل الديمقراطيات المتطورة حاليا الممارسة العالم. ناقصة الممارسة حاليا ناقصة طبعا ناقصة وناقصة بشكل كبير وباعتقادي واعتقاد يعني يعني اعتقد صحته ان 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 بسبب عدم اكتمال اشكال الممارسات الديمقراطية وصلنا الى 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 الى, إلى, 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 إلى هذا الخلل تبقى النقطة الأخيرة اعتقد اللي ودي أضيفها أن أن أليست تجربة ستين عام من العمل في الدستور تكفي لكي نراجع أدبياتنا الدستورية واعتقاداتنا الديمقراطية لكي نطورها كثير من بلدان العالم وأعتقد يعني يمكن أشهر تجربة هي تجربة الأمريكية أمريكا عند تأسيسها قاموا قاموا بوضع دستور أو نظام سياسي سموه The Articles of Confederation وبعد تجربة جدا بسيطة اكتشفوا أن هذا النظام لا يصلح حق أمريكا وقاموا بتعديله الى الدستور الامريكي الحالي ف يعني, يعني مراجعه التجربه وتقييمها وتشخيصها ثم وضع الحلول الحقيقيه هي المطلوب وليس اعاده انتاج ذات الممارسه ونتوقع نتائج مختلفه هذا الامر لن يحصل وضع الحلول الحقيقيه انت من انت بعيد عن الحراك السياسي كنت موجود فيه وشفته وتابعته يمكن كشخص مشارك فيه واليوم كمتابع وانت عضو بالبرلمان واكيد متواصل يتواصل معك ويضغط عليك بمطالب معينة اذا افترضنا بان الجزء اللي فات من حوارنا حاولنا بطريقة ان شاء الله تكون يعني جيدة ان احنا نشخص اذا انا الحين نبي نحط الخطوات الاولى شنو متطلبات الاصلاح السياسي بوجهة نظرك في الكويت طبعا انا اتفق مع الكلام اللي قاله اخوي خالد يعني احنا عندنا دستور وهذا الدستور يعتبر ارضيه صلبه لبناء ديمقراطيه حقيقيه لكن هذا يحتاج عده عوامل اولا اقتناع السلطه السياسيه باهميه الديمقراطيه ودعمها الامر الثاني ان يعني يكون هناك مجالس امه تعمل على تنفيذ هذه الاصلاحات والتنميه الديمقراطيه فاحنا بكل اسف احنا مرينا في خللين خلل تتحمل السلطه انه يعني غير مقتنعه بعد وفاه عبد الله السالم وقاعد تخرب وايضا قصور من مجالس الامه من 63 وما بعد. ما عملوا على استكمال الاصلاح السياسي وتطبيق النظام البرلماني مثل ما تكلموا عنه اعضاء المجلس التاسيسي. ومثل ما قلت لك بالسابق هل الاصلاح ممكن؟ نعم ممكن. نعمل على يعني اقرار التشريعات الاصلاحيه التي تنمي الديمقراطيه وايضا يكون هناك توافق من قبل السلطة السياسية بأهمية هذه الإصلاحات واقتناعها بأن الديمقراطية يعني مسار لا يمكن أن تقف عائق أمامه. أنت تعتقد أنه منطقي أو واقعي يعني قابل للتطبيق الكلام اللي تفضلت فيه؟ أكيد لازم يكون قابل، أنت شوف النماذج اللي قاعد تقدمها لي السلطة السياسية، شو النماذج اللي قدمتها لي؟ يعني كلها نماذج مرتبطة بالفساد والفشل والعجز، وشنو نتائجها؟ دمار البلد يعني هذا اللي قاعد يصير. يعني احنا عندنا شوف المشاكل اللي قاعد نعاني منها حاليا تراجع التعليم، تراجع الصحه، تراجع الخدمات، مشكله الاسكان، عدم التعامل بجديه في مساله البطاله. احنا مقبلين على كوارث على المدى القريب مو قاعد اشوف انا الحكومات اللي قاعد تنتج من السلطه السياسيه قادره على معالجه هذه الملفات. فالاصلاحات آتيه لا محاله. شنو شنو المطلوب او شنو المتطلبات اللي نقدر نقول اذا صارت فرشنا فرشتنا نعم. الاولى باتجاه الاصلاح؟ احنا نحتاج اول شيء انه يكون في عندي نظام انتخابي يعبر عن الاراده الشعبيه الحقيقيه نعم. بحيث انه يعطيني مجلس امه مشكل من اغلبيه سياسيه واقليه سياسيه وهذه الاغلبيه تشكل حكومه وفق الانظمه الديمقراطيه او الدول الديمقراطيه لكن وفق الحاله الكويتيه يتم التوافق مع سمو الامير في تعيين رئيس الوزراء وهذه اهميه ايضا غير قانون الانتخاب او قانون الدوائر الانتخابيه المتمثل بنظام القوائم والتمثيل النسبي ايضا احنا بحاجه الى قانون تنظيم الجماعات السياسيه م. اللي هو الاحزاب لكن مسمى الجماعات لان هذا يعني مذكور في المذكره التفسيريه للماده 56 ان الامير يجي للمشاورات التقليديه مع رئيس مجلس الامه ورؤساء الجماعات السياسيه ورؤساء الوزارات السابقين الجماعات السياسيه هو تنظيم للعمل السياسي لتعزيز العمل الجماعي ولتقويه التيارات السياسيه احنا ليش عندنا الدور السياسي متراجع شعبيا لان التيارات السياسيه ضعيفه مو قاعد تؤدي دورها ضمن الكيان القانوني او الاطار القانوني وانا عندي انا اساس عندي الماده 56 يجب ان يتم تطبيقها بشكل كامل ومن باب اولى الحين انه يكون في عندي انا قانون لتنظيم الجماعات السياسيه علشان تستكمل المشاورات التقليديه ويعاونون رئيس الدوله في اختيار او في تعيين رئيس وزراء، وهذا الرئيس يشكل حكومته لكي تتوافق مع الاغلبيه البرلمانيه في مجلس الامه، لكن شلون انا اوصل الى الاغلبيه السياسيه والاقليه السياسيه؟ لازم يكون في عندي انا نظام انتخابي يعطيني هذا النموذج، النظام الانتخابي اللي يعطيني اللي هو قانون القوائم والتمثيل النسبي. نعم. هذا اللي راح يشكل لي كتل سياسيه قائمه على البرامج والاهداف وبعدها يتم تشكيل حكومه تتوافق مع هذه الكتل البرلمانيه. متى ما وصلنا الى هذا النموذج انا اقول لك اياها، احنا راح نوصل الى اداره عامه قادره على مواجهه كل الملفات اللي يعاني منها المواطن. احنا في الدول الديمقراطيه الحكومات تقدم رؤيه وخطه ويكون يعني قائمه هذه الخطه هذه تقوم على يعني عدد من الاهداف وتحديد الاهداف يعني اهداف وتحديد جدول زمني لتحقيق هذه الاهداف بالتعاون مع البرلمان وهذا الشيء مو صاير الحين لا مو صاير ح... هذا الحين وبتقول تقول كان قدمت برنامج عملي لكم كبرلمان المشكله ان ان رئيس الوزراء الحالي قدم لنا بر... برنامجين واحد عكس الثاني يعني هذا الخلل اللي قاعد تعاني منه الكويت. نعم. يعني البلد يعني رئيس وزراء يقدم خطه او برنامج عمل اي بعدين يحل المجلس وياتي مجلس اخر ويقدم برنامج مختلف عن البرنامج السابق لا هذه كارثه. هذه فعلا كارثه واحد. وهذا اللي قاعد نقول احنا السبب الحقيقي ان الاداره العامه للدوله غير قادره على معالجه الملفات، انا عشان كذا قاعد اقول لك احنا مقبلين على الاصلاحات شاء من شاء وابى من ابى. واضح. راح تكون امر واقع. واضح. فاحنا نبي الاصلاحات باقل باقل تكلفه على الجميع، هذا اللي احنا نسعى له، فعندنا احنا قانون الجماعات السياسيه وقانون النظام الانتخابي المتمثل بالقوائم والتمثيل النسبي هذا هو الاساس لعمليه الاصلاح القادم. دكتور راح اسمع رايك ولكن عقب الفاصل. دكتور محمد الفيلي يا هذا النائب الفاضل يعتقد بان بدايه الاصلاح السياسي محتاج يكون في عندنا تعديل النظام الانتخابي والجماعات السياسيه وفي اراء اخرى نسمعها تقول لك انه عشان نوصل للاصلاح السياسي نحن بحاجه الى تعديل الدستور لماذا اخصك انت بهذا السؤال تحديدا لانك خبير دستوري انت وين تعتقد بان يبدا الاصلاح هل فعلا نحن بحاجه الى تعديل دستور دوله الكويت اولا الاصلاح يبتدئ لنقل هناك اكثر من طريق. نعم. وهناك طرق تكلفتها اعلى وطرق تكلفتها اقل. هناك طرق نبدا بها اسهل وهنا هنا ياتي ايضا التقييم. انت احيانا بعض الطرق تحتاج الى تدخلات بمستوى عالي، بعضها يبتدي بطريقه ابسط بعضها يرتبط بجهه يعني مثلا حاليا واحدة اللي انا اشوفها واحدة من اهم الاشكالات في العمليه السياسيه واللي مو سبب هذا الدستور ان ما عندنا حكومه بالمعنى الدستوري شلون ما اقصد ايش اللي اقصد وفق الدستور الحكومه فريق نعم الدستور عندما اخذ النظام البرلماني الفكره ان الحكومه فريق يشكل رئيس مجلس الوزراء استنادا لرؤيه نعم هو يتقدم بها نعم والحكومه بشكلها الحالي ألا تشكل فريق الان الان كي نصل لهذه النتيجه المنطق يقول يجب ابتداء أن يكون لرئيس مجلس الوزراء برنامج نعم. ووفق البرنامج يتم اختيار الوزراء عندما أجد الواقع أن دائما تأتي حكومة ثم تجهز تقدم برنامجها. برنامج نعم. معناه وضع البرنامج بعد, بعد تشكيلها نعم. والأصل أنها تشكل وفق البرنامج هذه المساله يفترض الف باء النظام البرلماني مثل هذا الاصلاح يقتضي ان يكون في فريق طبقه سياسيه حصلت على ممارسه وتدريب منها يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء سواء من داخل الاسره او من خارج الاسره ولكن الفكره ان عندما ياتي رئيس مجلس الوزراء ياتي من خلال رؤيه هو يمتلكها ووفقها <Stadium> يتم تشكيل <مكتمثلي> الوزارة هذا اصلاح مفروض تكلفته معالية عاليه لانه جزء من السيستم ال <electricity> نفسه بس هل تعتقد ان السيستم الآن. نفسه قادر ينتج لك رئيس وزراء يقدر ان يقدم برنامج عمله قبل يعني يعني اليوم اذا اذا شاركنا المشاهد الحوار وقاعد يسمعنا احنا قاعد نحاول نكون واقعيين وقاعد نحاول نحط بواقعيه حك... الآن. الان بواقعيه اول شيء عندما نتكلم عن برنامج مو بالضروره الوثيقه المزهلقه اللي باوربوينت و... وكذا وهي في الغالب مأخوذ يعني مستنسخ من بعض لا. جوهر البرنامج رؤيه ماذا اريد ما هي اولوياتي وفق الاجابه على السؤالين ذيلي يفترض اني انا اختار الفريق لا. هذا نمط من الاصلاح ب نقول مو مفترض ان لا تكلفه عاليه جدا هو يقتضي فقط آه ان يكون في تواصي على هذه الفكره داخل المجتمع ان يتم اختيار رئيس مجلس وزراء ابتداء ويمكن يمكن هذا يرتبط حتى بفكره المشاورات التقليديه ان عندما نوجه سهم الاختيار يفترض أن يوجه وفق هذا المنظور وفق منظور وجود رؤية ولا بأس يعني أن الدستور لا يمنع بالعكس هو يحث على هذه الفكرة أن عند رئيس الدولة عندما يجد أمامه مرشحين ممكن يطلب منهم ما هي ما هي رؤية لماذا أنت ما هو توجهك؟ واضح. يعني دكتور ما نحتاج إلى تعديل دستور عشان لا 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 يعني, لا لا يعني هذا هذا تف... دستور هذا ايه؟ تنفيذ دستور وليس تعديل دستور. الآن هذا الإصلاح اللي, اللي نقول بتكلفة مو مفترض عالية كثير. الآن نعم إحنا ممكن نتجه إلى المستحب المستحب اللي هو نظام أكثر برلمانية. تأتي الحكومة إذا مو كلها أغلبيتها من البرلمان طبعا بوجهة نظري هذا من مقدماته تعديل دستوري أيضا زيادة عدد الأعضاء نعم. لأن الآن حتى قبل لا نصل إلى التعديل الدستوري هذا مستحب وهذا يوفر أمان للفريق الحكومي لماذا؟ لأن يستند إلى اغلبيه. لاحظ فكره الامان بالتصور الاصلاح الاول مرتبطه بوجود برنامج. نعم. اني زي. انا دكتور اني انا اتقدم لكم برؤيه وبالنهايه راح تحاسبوني وفق الرؤيه. واضح وانا ايضا اتي محترف لا ارتبك من التلويح باستجواب. يمكن هناك اصلاحات ديتيل تفاصيل تؤدي لذلك مثلا احنا اليوم محتاجين لمواجهه قبل الاستجواب على فكره اللي صمم السيستم اللي صمم هذا النظام كان يريد ان يوفر حمايه اعلى للحكومه من خلال اشتراط الاستجواب قبل طرح الثقه حتى لا يكون في مفاجاه <applause> بس لان ربطنا بين الاستجواب وطرح الثقه، اصبح الاستجواب بعبع. <applause> طيب الحل الحل اني انا افعل فكره الاسئله الشفهيه <applause> اني <تصفيق> انا اجعل للحكومه كل اسبوعين، كل ثلاثة اسابيع، اعدل في اللائحه، ما احتاج تعديل في الدستور، تعديل في اللائحه اجعل المواجهه المعتاده اللي توصلنا لما هو توني بلير ويمكن في مناسبة حتى كنت أنا ملتقي فيه وسألته كم استجواب أنت كان يقول لي أكثر من ألف استجواب حصلت وأنا رئيس <applause> مجلس وزارة جميل. أنا أقصد أن تصير المواجهة جزء عادي من المشهد <applause> لا تصير معا. قضية استثنائية نستخدمها بحق احيانا نستخدمها للابتزاز مفهوم <applause> <applause> يعني لا نكذب على نفسنا اليوم دكتور يمكن تطرح اكثر من من حل بو يشوف بان في مطالب معينه يجب ان تتحقق، الدكتور يعتقد بان في حلول ممكن على قولتهم كويك وينز نقدر نسويها بدون ما نحتاج الى تغيير جراحي وتعديل دستور، واذا كان طموحنا اكبر نقدر نعدل الدستور، انت اليوم شلون تقيم المطالب الاصلاحيه؟ سواء كانت اللي انطرحت اليوم بالحلقه او اللي تطرح على مدار السنوات اللي فاتت، بي يعني بمشاركتك ومداخلتك سنختتم الجزء الاول من نقاشنا. ونرجع لك بسند في الجزء الثاني من نقاشنا في الاصلاح السياسي تفضل دكتور أه، اوكي شوف اولا اشعر ان هني في الايه شويه معكوسه شلون؟ لان الحكومات يعني في الدول البرلمانيه تاتي على اساس الحمد لله تفضل اي البرلمانات في الدول الديمقراطيه الحكومات فيها تاتي على اساس برنامجها، هي تنتخب على اساس برنامجها. صحيح. واذا حصلت على اغلبيه تستطيع تنفيذ او تشكل الحكومه وتستطيع تنفيذ هذا يعني الايه معكوسه مو احنا العكس يصير في انتخابات بعدين نختار ولازم ون... نقدم شيء ونيبه وكذا، الايه معكوسه اذا نريد نظام ديمقراطي هكذا يجب ان يكون. هل نحتاج تعديل الدستور مثل ما تفضل الاخوان؟ لا اعتقد ذلك. واعتقد ان في الحالتين على الاسره التنازل، يعني اذا هي تبي يعني وايد هي خطوه متقدمه جدا تعديل الدستور بحيث تكون اكثر برلمانيه، اذا اذا احنا نقدر نحقق تشكيل حكومي يكون مدعم باغلبيه من غير تعديل الدستور هذا جيد وممكن ان نحصل عليه. الخوف هنا, الخوف وهذا تخوف ناس وايد. مما الخوف؟ من اغلبيه اقصائيه. اغلبيه لا تؤمن بالديمقراطيه. اغلبيه لا تؤمن بالاختلاف في التنوع في الحقوق والحريات وهذا نراه الان فيما يطرح ورايناه في مجلس 2012. اغلبيه تنظر الى فئات مجتمع مختلفه بطريقه يعني تعزز فيها الفروقات في تخوين لبعض فئات المجتمع هذه هذا خوف حقيقي وهذا هذه الاغلبيات اللي صارت ثقافه بسبب دعم هذه التيارات وتعزيز الفئويه والقبليه والتيارات معاديه للحقوق هل ممكن يكون في ضمانات عشان نعم. ما نوصل يأتي أيوة. وهنا ياتي وهنا ياتي الموضوع هني يعني انت عندك دستور وعندك محكمه دستوريه وعندك راس الدوله والدستور موجود حتى يحمي الديمقراطيه من طغيان الاغلبيه نعم. يجب ان يفعل هذا الشيء من خلال محاكم مستقله فعاله تضمن أن أغلبية طاغية هكذا لا تستطيع أن تمارس طغيانها وتشرع بناء على هذا الإقصاء وأيضا عندك دور رأس الدولة الذي يجب أن يكون أيضا هو صمام الأمان في إرجاع القوانين عند هذه الصلاحيات مثل ما سوى في مجلس 2012 <applause> <applause> قال لهم هذا في غلو عندكم في التشريع <applause> في التشريع <applause> ورجع القوانين اللي كانت وكان محق وكان محق اكيد كان محق مم. فهني هني انت يعني هذا تغير او تغيير جذري اولا في طبيعه تكوين الحكومه وطبيعه دور الاسره الحاكمه هذا لازم هذا يعني هذه جذور المشكلة كل القوانين الثانية كل التعديلات الثانية هذه تفاصيل وأتذكر أنا معك أبو سند وأبو عبد الرحمن كنا في 2006 لابسين البرتقالي وفي ساحة الإرادة وعلى بالنا هذا بيحل مشاكل الكويت صحيح. صحيح. وأنتج عنها يمكن أكثر برلمان إقصائي في, في تاريخ الكويت وكان عنده تشريعات يعني شكلت مشكله في في علاقات الناس وعلاقات فئات المجتمع مع بعضها اعتقد ان هذا هو الموضوع اعاده صياغه دور الاسره دور راس الدوله تفعيل المحاكم بحيث ان اذا صار عندنا نظام برلماني ممكن ان نحافظ على الكويت من الطغيان واضح أحنا يعني انتهى وقت حلقتنا او الجزء الاول من نقاشنا في موضوع الاصلاح السياسي في حلقتنا القادمه نرجع باذن الله مع الناشط السياسي خالد الفضاله لمناقشته في موضوع محور متطلبات الاصلاح السياسي على ضوء ما تقدم فيه خالد وزملائه في أوراق ديمقراطية، وللحديث أكثر مع ضيوفنا عن العوامل غير السياسية على عملية الإصلاح السياسي مثل الاقتصاد والأنماط الاجتماعية، بإذن واحد أحد نشوفكم إن شاء الله على خير في رعاية الله.